تبدو المواقف بين واشنطن وموسكو متباعدة إلى حد كبير لجهة الأزمة السورية. تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأخيرة لا تلتقي مع مبادئ اتفاق جنيف الذي لا ترى موسكو عنه بديلا للحل في سوريا. دعوة كيري إلى إطلاق عملية انتقال سياسي نحو مستقبل ديمقراطي من دون الرئيس السوري قابلتها دعوة روسيا لعقد اجتماع لمجموعة العمل حول سوريا بسرعة وتوسيع عبر ضم لبنان ومصر والسعودية والأردن وإيران إليها، مرفقة بتحذير من أن الوضع الحالي يمكن أن يؤدي إلى انهيار سوريا وتفككها. الهوة إذن كبيرة، ولعل هذا الخلاف ما يفسر إقرار وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير كيري قد عجز عن الاتصال هاتفيا بنظيره الروسي سيرجي لافروف على الرغم من محاولات عدة منذ التجربة النووية الكورية الشمالية الأخيرة. وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، فإن كيري كان يريد بحث الملف النووي الكوري الشمالي، كما كان يريد التباحث أيضا مع نظيره الروسي حول سوريا، موضوع الخلاف الكبير بين واشنطن وموسكو. لكن اللافت في تصريحات نولاند اعتبارها أن عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا ليس مطروحا، مغلقة بذلك الباب أمام دعوات كثيرة في هذا الاتجاه، منها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي اعتبر خلال لقاء جمعه مع كيري أن المأساة في سوريا تتعمق أكثر من دون أي أفق لحل سياسي. وقال بان كي مون إنه هو المبعوث الأمم المتحدة المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي يدعوان مجلس الأمن إلى التوحد والتكلم والتحرك بصوت واحد.